مس اي سبورتس هي طبعا بلاتفورم بتدعم الجيمرز البنات تحديدا العرب. طبعا هي بلاتفورم مفتوحه لكل البنات او كل الجيمرز اللي انتم بتعرفون. كل اللي عليكم تعملوه بس انكم تروحوا على السوشيال ميديا لمس اي سبورتس، تروحوا تعملوا لهم فولو، تدعموهم، تعملوا سبسكرايب لليوتيوب تبعهم. وفي تحدي راس براس بين سفيره مس اي سبورتس والاستاذ المخضرم صانع المحتوى انبروكن. خليني احصل سلاح بس. لا ما بصير تاخذ السلاح الوحيد. هيدي من المس اي سبورتس ومني عشان تعلم تحكي عليهم.